2/3/2012 قامش لهجوم الأمن على المتظاهرين. اثنين ثلاثة 2012 قامش له هجوم الأمن على المتظاهرين. الأمن يقوم بعمليات تخريب، الأمن يقوم بتخريب وتكسير المحلات، يقومون بتكسير محلات الأمن، الأمن يقوم بتكسير المحلات. يا أخو الشربوط أرجع اللي بيقتل شعبه، تكسير وتحطيم المحلات، تكسير وتحطيم المحلات. الله أكبر، كسرتك يا أخو الشربوطة. أوه متقاوين يا عيني.